الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل أن يخاف منه إلا العدل، وعظم أن يرجى منه إلا الفضل. اللطيف فلا يدركه لحظ بصر، العظيم فلا يحيط به عقل بشر، القوي فلا مضاد له في ملكه، المهيمن فلا منازع له في أمره. وأشهد أن لا إله إلا الله، راحم من استرحمه وعاصم من استعصمه. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده العظيم ورسوله الكريم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك الذي أخرجتنا به من الظلمات إلى النور، وحبيبك الذي شرحت برسالته الصدور، المؤيد بالمعجزات، المبعوث بمحكم الآيات، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على برهانه الساطع وحسامه القاطع وناصره في جميع المواقف والمواقع، أبي العترة وفاد الرسول بنفسه ليلة الهجرة، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على الشجرة المثمرة بالعصمة، وديعة النبي في الأمة، الصديقة الكبرى والشفيعة في الدار الأخرى، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم على الشهيدين الصابرين، ريحانتي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى وسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليهما السلام. اللهم صل وسلم على أدلة الحق والصدق وتراجمة الكتاب وحافظي الوحي المبين، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة كثيرة دائمة تكون لله رضا ولنا شفاعة يوم القيامة والفاقة والعرض الأكمر. اللهم صل وسلم على العهد المعهود والوعد والنصر الموعود، حارس كتاب الله وخازن آياته وكاشف أسراره ومبهماته، آسي القلوب الصديعة ومجير روعة الشريعة، عز أهل الإيمان، سيدنا ومولانا أبي القاسم المنتظر صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وخذ بأيديهم إلى هداك، وأتمم لهم أمورهم، وانصرهم على أعدائهم، وأوسع لهم في أرزاقهم، واحفظهم من كل سوء، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أعرض على مسامعكم الكريمة الأمرين التاليين. الأمر الأول: شهدت العاصمة الحبيبة بغداد في الأيام الماضية فروقات أمنية تمثلت بمهاجمة مجموعة من الإرهابيين الدواعش بأسلحتهم الرشاشة لجموع المواطنين في بعض الأسواق المكتظة بالمتبضعين، مضافا إلى التفجيرات المعتادة بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة في الأماكن العامة. وقد أرادت عصابات داعش أن تعبر بهذه الاعتداءات عن قدرتها على تكييف أعمالها الإجرامية مع متغيرات الساحة القتالية التي شهدت في المدة الأخيرة انتصارات متوالية
للقوات المسلحة ومن يساندها من المتطوعين وأبناء العشائر الغيارة. وحيث أن هذه الخروقات لا يمكن تفادي وقوعها بالأساليب الأمنية التقليدية ككثرة السيطرات وإجراءات التفتيش الروتينية، فمن الضروري أن يتم العمل على تطوير القدرات الاستخبارية لأجهزة الأمن العراقية والاستعانة بعناصر شعبية للحصول على المعلومات اللازمة من حواضن العصابات الإرهابية لإجهاض مخططاتها الإجرامية قبل تنفيذها. وأيضاً شهدت مدينة المقدادية في محافظة ديالى قبل أيام أعمالاً إرهابية واعتداءات مؤسفة على عدد من المساجد ومنازل المواطنين، مما له تداعيات خطيرة على السلم الأهلي والعيش المشترك لأبناء هذا الوطن. وإننا إذ ندين بشدة هذه الاعتداءات نحمل القوات الأمنية الحكومية مسؤولية المنع من تكرارها وعدم السماح بوجود مسلحين خارج إطار الدولة يهددون أمن المواطنين من أي مكون أو طائفة كانوا. وأما ما يتعلق بجبهات القتال فإن المأمول من قواتنا المسلحة والمتطوعين الأبطال إدامة الحذر واليقظة من محاولات العدو شن هجمات تعرضية هنا وهناك لاستعادة معنوياته بعد هزائمه الأخيرة في محافظة الأنبار وجبال مكحول، مع تأكيدنا على المؤسسة العسكرية بضرورة دعم المقاتلين الأبطال من المتطوعين وأبناء العشائر العراقية الغيورة بما يحتاجون إليه من السلاح والعتاد ليتمكنوا من القيام بما عهد إليهم من إسناد القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين. الأمر الثاني، يعلم الجميع أن العراق يعيش أوضاعاً مالية واقتصادية صعبة نتيجة للانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي يشكل وارده المالي معظم مدخولات العراق لموازنته السنوية، خصوصاً رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولا يمكن تجاوز هذه المرحلة العصيبة بأقل الخسائر إلا بتكاتف الجميع وتعاونهم واتباع خطط علمية مدروسة يضعها أهل الخبرة والاختصاص بعيداً عن القرارات المرتجلة التي يمكن أن تحدث هزات اجتماعية خطيرة وتهدد المقومات الأساسية لمعيشة المواطن العراقي. إن اهتمام الحكومة بالملف الأمني ودفع الخطر الأعظم وهو الإرهاب الداعشي لا يبرر عدم الجدية والاهتمام الكافي من قبل الجهات ذات العلاقة لوضع سياسة اقتصادية ومالية مناسبة بالاستعانة بالخبرات العراقية والعالمية لمعالجة الأزمة الراهنة
بصورة صحيحة. نسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي المسؤولين إلى ما فيه خير بلدنا وشعبنا، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.